يمكن انه يمكن لا يذكر الشعر في اليمن إلا ويذكر معه أمير الشعر الحضرمي الشاعر الكبير الراحل حسين أبو بكر المحضر، الذي تحل هذه الأيام الذكرى 17 لرحيله. برزت موهبة المحضار المولود في مدينة الشحر الساحلية بحضرموت عام 1930 منذ نعومة أظافره، فأول قصائده كتبها وهو في 14، ولم يطل به الوقت كثيرا حتى بدأ الناس في ترديد كلمات أشعاره والغناء بألحانه. المحضار ظاهرة فنية صعب أن تتكرر، مهما تكلمنا عن المحضار ليل ونهار لن نوفي حقه. ما كنا نحاسين بالمحضار، كبره لهالته لما مات شعرنا شيء كبير تزعمونه. حضور كان رافدا للمدرسة الغنائية الحضرمية في تنافسها الإبداعي مع بقية مدارس الغناء اليمني. اللي حبك معي بعمله بلقيه زادي ومرافقي في السفر، وباتلدل بذكرك في بلادي في مقلي والسمر. وخلال سبعينيات حياته سطر المحضار بأعماله صفحات مشرقة في تاريخ الأدب الشعري في بلادنا طوال النصف القرن الماضية، لا تزال حاضرة حتى اللحظة في قلوب محبيه، ويتغنى بها عمالقة القناء العربي والخليجي.